اهلا بكم اصدقائي الاعزاء متابعي قناتنا على اليوتيوب. اليوم عندنا شرح بسيط يخص لعبة السنوكر. هواية اسئلة توصلني عن شرح قانون لعبة السنوكر. اليوم ان شاء الله راح نشرح لكم شيء مبسط واوليات لعبة السنوكر. طبعا بالبداية ما احبذ انه اللاعب المبتدئ اول ما يبدأ يلعب سنوكر، أفضل اللاعب المبتدئ يلعب بلياردو، لأنه لعبة السنوكر لعبة صعبة ويتقوى على البلياردو ويلا يتحول على السنوكر. هاي أول نصيحة للاعب المبتدئ. بعد أن يلعب لعبة البلياردو ويتقوى عليها يتحول، يقدر يتحول على لعبة السنوكر، لأنه لعبة السنوكر يراد لها لاعب متمرس نوعا ما. فيما يخص قانون لعبة السنوكر، عندنا تصفيط الكرات بهاي الطريقة اللي تشوفوها أمامكم. يتكون من 15 كرة حمراء، ويعتمد لعبة السنوكر على جمع النقاط. الكرة الحمراء تحسب نقطة واحدة، ويتكون من كرة صفراء، حساب الكرة الصفراء نقطتين، والكرة الخضراء 3 نقاط، الكرة البراون جوزي 4 نقاط، الأزرق 5 نقاط، والوردي 6 نقاط، والأسود 7 نقاط. هاي نقاط الألوان بلعبة السنوكر، وكل لون إلى نقطة خاصة توضع فيه. في حال انه اللاعب يجيبها بالحمراء، اذا جتي جابها اللاعب توب او سنتر ما تخرج، بس الالوان البقيه من الاصفر للاسود اذا جتي يرجعها بنقطتها المحدده. زين، عندنا اذا كانت الكره المحدده باللون مشغوله، يعني خلينا نقول اللاعب جاب اللون الأزرق والأزرق كان مشغول، فاللاعب وين راح يضع الكرة الزرقاء؟ نصعد على الوردي، إذا كان مشغول نصعد النوب على الأسود، إذا كان مشغول نرجع على الأقل من عندها بنقطة على الجوزي نخليها، إذا كانت مشغول على الخضرة، وإذا كانت مشغول على الأصفر. هاي نقاط التسلسل اللي نخليها. زين، إذا كانت جميع النقاط مشغولة، إذا كانت جميع النقاط مشغولة فتضع الكرة في أقرب نقطة إلها بهذا الشكل، أقرب نقطة إلها تضع الكرة. زين، عندك اللاعب من يريد يلعب لون شرط لازم يجيب لون احمر، يعني اول ما يبدا اللعب يبدا على اللون الاحمر. من يجيب احمر وراها يختار اي لون يعجبه من الالوان المناسبه للعبه مالته، يحددها ويلعب، يجيبها يرجعها بمكانها ويرجع يلعب احمر، ويجيبها الأحمر ما ترجع، يرجع يختار لون ثاني ويلعب، وهكذا إلى أن ينتهي الجيم اللعب. أيضا عندنا الفاول بلعبة السنوكر ينحسب 4 نقاط. الفاول شلون ينحسب؟ يعني مثلا اني العب حمراء جبتها، اذا جتي الحمراء وقع الصول توب او سنتر داخل الجيب هذا ينحسب فاول 4 نقاط. اذا حددت لون خلينا نقول ازرق وردي
اسود وجتي الكره وايضا وقع الصول هنا ما ينحسب الفاول اربع نقاط لا ينحسب على اللون اللي اني لاعبه اذا ازرق خمس نقاط الفاول واذا وردي ست نقاط الفاول واذا اسود سبع نقاط الفاول زين اذا حددت اصفر وجتي او وقع الصول بالتوب الاصفر نقطتين الفاول هنا ينحسب اربع نقاط اقل عدد من النقاط هو اربعة بلعبة السنوكر ماكو فاول اقل من اربع نقاط عندك الفاول يترتب عليه عدة امور هاني هسه الفاول وقع الصول العب من هاي المنطقة اكو هنا عندي نصف دائرة من الازرق من الاصفر للاخضر نصف دائرة من هاي النصف دائرة حتما علي العب خلى الصول ويصير العب على هذا التوب عندي مثلا احمر هنا يصير اني العب على هاي الحمراء بالتوب بس بشرط يكون الصول داخل نصف هاي الدائرة زين اذا عندي فاول شو ترتب الفاول من وراء عندي الفاول يترتب وراء عدة امور اولا اللعب بشكل مباشر مثل ما قلنا على اللون اختار لون احمر واكمل اكو فاول ثاني يقول لي بيه الحكم هو الفري بول الفري بول هو اختار لون من هاي الالوان الموجودة الست الوان وينحسب نقطة يعني هساني فاول عندي العب الازرق يقول لي الحكم فري بول العب الازرق ينحسب نقطة واكمل اختار لون ثاني هاي يسمى الفري بول عندي ايضا ميس حالة ميس يعني الخصم يلعب ما يطخ الكرة هنا عندي حالة ميس اقدر اقول للحكم ميس يرجع الحكم بمكان الصول بمكان اللي لعبته ويرجع يعيد اللعبة مرة ثانية المس يتكرر الحكم يسمح لي اكرر المس الى ان يوصل السكور عندي مجموعة النقاط من يصير اعلى من الميز الموجودات النقاط الداخل الميز بذاك الوقت يتوقف المس بعد ماكو مس عندي ايضا هنا الحالة الثالثة من الفاول هي اجين يعني يلعب الخصم ينطيني فاول وكان اكون اني ما مستفاد من هذا الفاول اقول للاعب اجين العب اجين مرة ثانية يرجع يلعب هو اللاعب مرة ثانية نفسه اتمنى ان يكون هذا شرح السنوكر عجبكم ويكون بشكل مبسط واي لاعب عنده اي سؤال او استفسار بخصوص قانون لعبة السنوكر يرسل لي بالتعليقات وان ان شاء الله اجاوب عنه بالاخير اتمنى ان تشتركون بالقناة ولا تنسون اللايك للفيديو وشكرا جزيلا لكم.